اصطدمت الثلاثاء طائرتان حربيتان من طراز تورنادو ببعضهما خلال مهمة تدريبية شرق إيطاليا، ما أدى إلى تحطمهما فوق منطقة غابية، وأسفر سقوطهما عن اندلاع حريق تمكنت فرق الإطفاء لاحقا من إطفائه. ونفت مسؤولة الحماية المدنية في المنطقة وقوع إصابات بين المدنيين على الأرض بعد حادث التحطم الذي وقع في غابة قرب بلدة أسكورية في مقاطعة فجة، كما نجح الطياران في القفز بواسطة المظلات قبل تصادم من طائرتين وتمكن من الهبوط على الأرض بسلام. ملابسات الحادثة تبقى مجهولة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.